بالتأكيد الملكة أيقونة، إنها تظهر على عملتنا المعدنية والورقية وطوابعنا، إنها في كل مكان، وعليكم تذكر أن كل الأغراض التي تظهر فيها مأخوذة من صور. فقد أقامت دوروثي والدينغ واللورد سنودن جلسات تصويرية لها حيث استخدمت الصور الناتجة في عملتنا وطوابعنا، لذا هي في كل مكان. لم ينجز سوى تصميمين بالنسبة إلى الطوابع العادية طوال فترة حكمها المدين. دام أول تصميم والذي ظهر في سنة 1952 بناء على الصورة الشخصية التي صورتها دوروثي وايلدينغ حتى أواخر الستينيات، وبعدها نشرت أول طوابع ماشين عام 1967، وقد بقي هذا التصميم كما هو حتى اليوم. هذه أكثر صور أعيد إنتاجها لأي شخص في التاريخ وفي أي مكان. إنها إحدى أكثر الصور أيقونية في القرن العشرين، وبالطبع ما زالت كذلك. حين اعتلت إليزابيث عرش الحكم كان لبريطانيا إمبراطورية، وكان وجهها على الطوابع في كل أنحاء العالم.